من بعد إعلانه عن خبر خطوبته بهذا الفيديو على صفحته على إنستغرام قبل أشهر قليلة من بنت اسمها يونانا، واللي هو حريص لحد الآن على عدم إظهار شكلها للجمهور، صرح محمود العيساوي أنه عم يستعد حاليا للزواج وبشكل رسمي بعد شهر واحد، وهو مشغول حاليا بالتحضيرات لها المناسبة. لهيك ظهوره بالسوشيال ميديا آخر فترة صار قليل جدا، فألف مبروك لمحمود ويونانا. توجدت عزة زعرور مبارحة بالمستشفى، فنشرت هالستوري من هناك من بعد خروجها من المشفى من كم يوم بعد ولادتها لمولودها الأول شمس، وعلقت عزة بي: عدنا مجددا للمستشفى ولكن قضينا ليلة جيدة مع بعض بالبيت، رح شارككم كل شي عم بيصير معي قريبا جدا، بحبكم. ووصلت بهالستوري اللي صرحت فيه أنها خسرت 10 كيلوغرام من وزنها بعد الولادة. ألف الحمد لله على السلامة لعزة. فاجأ الشيف بوراك كل متابعينه بتواجده بفلسطين وتحديدا بالقدس بباحات المسجد الأقصى، حيث شارك عدة صور وفيديوهات وثق فيها لقائه بجمهوره من هناك. بعد مغادرته لدبي وتوجهه لكندا لزيارة عائلته هناك، من الواضح أن أسامة مروة عم يستغل كل وقته لقضائه مع عائلته من بعد فراق دام أكثر من سنتين، هذا اللي عم بيخليه بعيد عن الأضواء والسوشيال ميديا. ولكن صديقه أحمد النشيط وبيستوري على إنستغرام صرح أن أسامة راجع وبقوة وعم بيحضر لفيديو جدا مجنون ورح يشاركه مع متابعينه قريبا جدا، من بعد سلسلة الفيديوهات اللي شاركها مؤخرا واللي أجمع الكل أنها باقة من الإبداع. مثل يقول من طول الغيبات جاب الغنائم، أعتقد ما جبت. المهم الفيديو الجاي حق أسامة بيكون حلو ونار وحماس، وإن شاء الله قريب راجع. قريب صح؟ صح؟ أسامة رجع. بهذا الستوري اللي علقت فيه بي: صفوا النية واطلبوا من ربنا السماح وسامحوا أنفسكم مشان الله يبارك لكم ويوفقكم بالحياة، بحبكم. ولو سمحتوا أي شخص حكى كلمة سيئة عن صبا يعتذر لها. أعلنت لما معيطة عن صلحها وبشكل رسمي مع صبا شمعة من بعد خلاف كان بينهم لفترة معينة، ولتواصل بهالستوري وتعلق به: بتصير بأحسن العائلات، القصة خلصت وتصالحنا. أما صبا فما حكت عن موضوع الصلح لحد الآن بسبب غيابها بسبب وفاة عمها الله يرحمه، وأكد أبو الرب أنها بخير وحتغيب لفترة بسيطة وترجع قريبا جدا. فشو رأيكم بصلح لما وصبا؟ بهالستوري اللي اجتمع فيه كل من أنس وبيسان ومو فلوكس لمح الثلاثي عن تحضيرهم لمفاجأة جديدة بعبارة شي عم ينطبخ. فشو ممكن يكونوا عم بيحضروا مع بعض برأيكم؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما نالين بيوتي فأطلت على المتابعين بهاللوك اللي شفناها من خلاله بالحجاب لتعايد متابعينها بمناسبة رمضان، فعبر الجمهور عن جمال نالين بالحجاب من خلال التعليقات. فشو رأيكم أنتوا بنالين بالحجاب؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.